سائل يقول: هل يتبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام يتبرك به، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتبركون بريقه ويتبركون بعرقه ويتبركون بثيابه ويتبركون بوضوئه ويتبركون بشعره إذا حلق رأسه. كل هذه منفصلات من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.